من حلف بغير الله عز وجل فقد كفر وأشرك بنص الحديث، لكن من حيث الأصل شرك أصغر. لماذا قيل شرك أصغر؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول أن ابن عباس رضي الله عنهما جعله في عداد الشرك الخفي، والأصل في الشرك الخفي أن يكون هو الأصغر. الأمر الثاني أن الحلف تعظيم للمحلوف به، فلربما جره هذا التعظيم لهذا المخلوق أن يعظمه كتعظيم الله فيدخل في الشرك الأكبر. وقلنا إن ضابط الشرك الأصغر من ضوابطه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. الأمر الثالث أن قوله فقد كفر أو أشرك أتت من غير أل، وقد مر معنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله من أن الكفر إذا أتى بأل فهو الكفر الأكبر، وكذلك الشرك إذا أتى بأل فهو الشرك الأكبر. فإن عظم هذا المخلوق بهذا الحلف كتعظيم الله فهو شرك أكبر. ولعل ما يؤيده ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأن في ظاهره أنه جعل اللات والعزى وهي أصنام في التعظيم كتعظيم الله، فكانت الكفارة أو كان الأمر بقول لا إله إلا الله. والذي يقول لا إله إلا الله ويلزم بها هو من أراد أن يدخل في الدين. لماذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يظهر لي والله أعلم، لماذا قال من حلف فقال في حلفه واللات والعزى، لماذا ذكر اللات والعزى وذكر الكفارة بقول لا إله إلا الله؟ لأنه ما حلف بها إلا لأنه يعظمها كتعظيم أهل الجاهلية لها، وتعظيم أهل الجاهلية لها شرك أكبر. ولذلك قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، انظر إلى اختلاف الجملتين. فلو كان الحلف بغير الله محرما يوازي القمار لما فرق بينهما في الكفارة، فقال في الأولى فليقل لا إله إلا الله، وقال في الثانية فليتصدق. إذن من يقول والبدوي أو بالولي الفلاني هذا لا يبعد أن يكون شركا أكبر، لأنه بلسان حاله وفعله يعظمه كتعظيم الله، تجد أنه ينذر له يذبح له، أعوذ بالله. إذن هذا الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. لكن نحن نقعد قاعدة من حيث الأصل هو شرك أصغر.